هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة في هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة والانطلاقات الرائعة في أرضية ميدان المرموم تحفة الميادين في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل الذي يحمل تحديات المرموم مع سن الإذاع والشوط التاسع الذي أعلنت بداية انطلاقته في هذا الصباح الخاص بالإبكار المحليات الأصايل يحمل هذه الشعارات شعارات أصحاب السمو الشيوخ في تحديات ميدان المرموم. نسير مع المراكز الأولى تتقدم المشاركات وتقودهن الغزيلة تعود ملكيتها لاسم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب عتيج بن سالم بالعرطي الحميري يقودها في التضمير بينما تليها في المركز الثاني هملولة تعود ملكيتها لاسم الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان يمع بن عتيج الرميثي يضمرها بينما المركز الثالث تتواجد في ثالث المراكز راهية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي بينما المركز الرابع رابع المراكز هنا تقدمت ووصلت براقة من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير على هذا الاندفاع. هناك مياسة مشاهدين الأعزاء من تندفع في رابع المراكز مياسة من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير في رابع المراكز بينما المركز الخامس هناك الانطلاق الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يضمرها مسري بن سالم بالعرطي الحميري تندفع في هذه اللحظات على المركز على هذا الاندفاع على المركز الخامس بينما المركز او المركز السادس هناك على الانطلاق وتاتينا مشاهدي الاعزاء الشاهينيه من هجن العاصفه بقياده الواثق حمد بن راشد بن غدير بينما المركز السادس في هذه اللحظات سادس المراكز تاتي فيها ملوله لاسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم يضمرها السالم بن نايع بالشاوي الغفلي على المركز السادس بينما المركز السابع هذه سابع المراكز ننطلق على المركز الثامن والمركز الثامن فيه شواهين من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير بينما هناك المركز التاسع في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل تتواجد في مصيحة لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا التواصل وهذا الانطلاق الجميل والشيق الذي يحمل تحديات هذا الشوط وهو تاسع أشواط صباحي هذا اليوم مع سن الإذاع مع سن الإبداع والإمتاع. نسير هناك مع المركز الأول نعود مرة ثانية للمراكز الأولى وهملولة هملولة مسيطرة وقيرت إلى مقدمة الشوط هملولة لسمو الشيخ هناك تعود ملكية هملولة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان مع يمع بن عتيج الرميثي يقود هملولة في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق بينما المركز الثاني الغزيلة تأتي في المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يضمرها عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. ما شاء الله هناك هملولة والغزيلة باعدا المسافة وانطلقا مع المراكز الأولى بينما المركز الثالث نشوف ثالث المراكز والمركز الثالث تتقدم فيه هنا راهية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمرها أحمد بن سلطان بن رشيد بينما مياسة في المركز الرابع من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير تتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم سري بن سالم بالعرطي يقودها في التضمير هملولة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم تندفع هناك على المركز السادس يضمرها سعيد بن عبيد الحميري أو سالم بن نايع بن سالم بالشاوي الغفلي هناك مع هذا
أي الاندفاع. يا سلام ما شاء الله على هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة من تحمل هذه الانطلاقة الشاهينية من هجن العاصفة، تأتي على المركز السابع يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير. يا سلام يا سلام، الشوط يحمل ما شاء الله تحديات وانطلاقات جميلة ورائعة على أرضية هذا الميدان في مسافة 6 كيلومترات. هملولة على رأس حربة هذا الشوط وهي تتصدر المجموعة وتقود المشاركات بجدارة وبأداء جميل لتحمل شعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ويمع بن عتيج الرميثي، كذلك المتابع لهذه أي الانطلاقات. بينما المركز الثاني أي الغزيلة تأتي في المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. والمركز الثالث مياسة، مياسة تحركت على ثالث المراكز من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير على المركز الثالث. أما المركز الرابع تتواجد في راهية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد، وهناك الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي يقودها في التضمير. هذه المراكز الأولى المتقدم الذي تسير بمسار هذا الشوط وتحدياته، وهناك هملولة والسلالة الهملولية العريقة في هذا الانطلاق وهذا أي الاندفاع. ما شاء الله تبارك الله على هذا أي الأداء وعلى هذا الاندفاع الجميل. هملولة تندفع بالمركز الأول، تسيطر بل تنفرد بالمقدمة وتعلن هذا الرقص بعد 1200 بعد 1200. نذكر المضمرين بال 1200. يا سلام، وهذا هو رقص الإذاع في هذا الصباح الجميل وفي هذا الأداء الرائع والجميل. هملولة لاسم الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان يمع ابن عتيج الرميثي، تدخل في الكيل والأخير الغزيلة في المركز الثاني لاسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيج بن سالم بالعرطي يضمرها، وهناك قادمة مياسة من هجن العاصفة بقيادة الواثق على المركز الثالث. هناك المركز الرابع وصلت فيه مشاهدينا راهية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، ولكن العودة في الأمتار الأخيرة. بدأت التحركات وبدأ القادمون هناك مع هذه الانطلاق. مياسة قادمة، مياسة قادمة من هجن العاصفة تعلن تعلن راية الفوز وراية التحدي. هناك راهية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع الخطير، ولكن شوف الوصول، شوف وصول من الشاهينية، الشاهينية لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، ويأتي خليفة بن خميس الغويص السويدي مع هذا الاندفاع. ولكن ما شاء الله سلالة مياس ومياسة على المركز الأول. مياسة تحمل شعار هجن العاصفة تعلن الفوز في هذا الشوط. رقص في هذه الأمتار الأخيرة، تهانينا من هذه اللحظات، ولكن راهية قادمة، راهية قادمة، ولكن مياسة على المركز الأول، مياسة على الانطلاق الأول. خلاص أعلنت الفوز، أعلنت الرقص في هذا الشوط. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير على فوز مياسة. راهية في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الثالث وصلت فيها هملولة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان. المركز الرابع وصول في رابع المراكز من قبل الشاهينية لاسم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. والمركز الخامس عموما على كل حال مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود إلى التوقيت الزمني في مسار هذا الشوط وتحدياته الجميل الذي حمل لنا هذا التنافس وهذا الانطلاق الجميل. مياسة الذي انتزعت ناموس هذا الشوط من هجن العاصفة، تهانينا وتهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير. توقيتها الزمني 9:32 بالوفاء والتمام، بينما وصلت في المركز الثاني راهية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، 9:32 وجزئين من الثانية، بينما المركز الثالث هملولة من وصلت في المركز الثالث لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان مع يمعة بن عتيجة الرميثي. 9:00 توقيتها الزمني،
33 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. هكذا كان هذا الشوط، وتهانينا وناموس للفائزين بالمراكز.